زي الأيام دي السنة اللي جاية هينزل السوق المصري حوالي 25 ألف عربية كهرباء صناعة مصرية خالصة من شركة النصر للسيارات. ده كلام مش من عندي، ده كلام وزارة قطاع الأعمال اللي خلاص وقعت مذكرة تفاهم مع شركة بايك الصينية للسيارات اللي بتنزل عندنا هنا عربيات سينوفا وبايك. صحيح إن الموضوع اتأخر شوية، وكان مفروض العربيات دي تبقى موجودة السنة دي في السوق وبتنافس العربيات البنزين لأنها تقريبا في نفس سعرهم وبتتميز عنهم كمان إنها كهرباء، ولكن التأخير ده كان سببه إن الشريك الصيني الأولاني اللي هو شركة دونج فينج كانت عاوزة تورد الجزء الصيني من خامات العربية اللي هيخش في الخامات المصرية بسعر عالي، فده كان هيزود سعر العربية في ظل إن الدولة عاوزة توفر عربية كهرباء صاحبة الزيرو أعطال ويكون سعرها في سعر العربيات البنزين الموجودة في السوق. فطبعا وقفنا التعامل مع دونج فينج ووقعنا مع شركة بايك، وده اللي عطل الموضوع. طيب ايه لازمة الشريك الصيني والعطلة طالما ان الهدف هو انتاج سيارة كهربائية مصرية خالصة؟ لازمته انه سبقك بسنين وخبرته محليا وعالميا في تصنيع السيارات وتصديرها لدول العالم اكبر بكتير، هيساعدك في البداية لحين ما تقدر تصنعها لوحدك بمكونات مصرية خالصة، وده اللي الدولة رسماه وعقود الشراكة بتنص على كده. بداية تصنيع العربية دي هيبقى بمكونات مصرية بنسبة 50%، بعد حوالي سنتين من الانتاج تقريبا النسبة هتزيد توصل ل 70%، وهكذا لحد ما تبقى كلها مصرية خالصة. شركة بايك كمان هتورد بنية أساسية لمصنع النصر وتعمل خطوط إنتاج وتوظف خبراء للمساعدات الفنية. طيب إحنا اشترينا وعاوزين نعمل الصيانة الدورية للعربية، هنعملها فين؟ قبل ما يتم إنتاج العربية الكهرباء هيبقى في شركة هي اللي هتاخد العربية في كل ما يخص خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة وخلافه. حتى محطات الشحن موجود منها بالفعل دلوقتي، ولكن هيتعمل 3000 محطة جديدة تاني كبداية علشان يستوعبوا عدد العربيات اللي هيتم إنتاجها. ده غير ان الدولة هتقدم دعم مادي 50,000 جنيه للي هيشتروا بيتخصموا من تمن العربية. بيقال ان تمنها هيكون حوالي 350,000، يعني بعد الخصم هيبقى حوالي 300,000، وفيها كل الكماليات الحديثة اللي بيحتاجها الشاري، ده غير عوامل الامان وقدرة العربية انها تمشي بالشحنة الواحدة حوالي 400 كيلو، وقدرتها على التسارع من 0 لـ100 في 7 ثواني، وطبعا اهم حاجة وهي توفير فلوس البنزين والاعطال. تقريبا شحنة ب60 جنيه هتمشي العربية حوالي 400 كيلو، طبعا لو بنزين 400 كيلو دول تمنهم حوالي 350 جنيه واكتر. مستهدف كمان من شركة النصر للسيارات بالمشروع ده انها مش بس تنتج عربية كهرباء ملاكي، لا هتخش كمان في انتاج مواصلات عامة كهرباء، وده ضمن توجه الدولة للحد من تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات. ده كل شيء يخص التحرك الجديد للدولة لانتاج السيارة الكهربائية. دمتم يا رب دايما بخير واشوفكم في اللي جاي.